عندك معتز مطر في الشرق، وعندك محمد ناصر في مكملين، وعندك بقى جوشو وغيره وغيره وغيره. في اجيال جديده بتطلع وبيتصرف عليهم صرف منظم جدا وممنهج جدا، ولو كانوا ابتدوا في الاول خايبين وكذا وكذا، لا ده هم ابتدوا دلوقتي يبقى متطورين ويبقى في صرف اكتر، ويبان ان في فريق كبير شغال وراهم وحاجات كتير احنا فاهمينها كويس قوي، والفلوس والصرف باين يعني. حتى لو الاستوديو حتى لو الاستوديو مش فظيع ومش مبهر، الصرف اللي ورا الشاشه احنا نفهمه كويس قوي. الصرف اللي ورا الشاشه احنا نفهمه، نفهم ان في ناس شغاله ورا الموضوع ده وفي ناس مش عارف، احنا فاهمين الكلام ده كويس. تمام، احنا هنا بنواجهه ازاي؟ بنواجهه والله. احنا هنا بنواجهه ازاي؟ بنواجهه. انت عندك بص بتواجهيه على اكتر من مستوى، ماشي؟ اولا انت وبنواجهه بمين؟ بمين ايه؟ بالناس، بالاعلاميين. مين الاعلاميين؟ مين الاعلاميين؟ يعني مين الاعلاميين؟ مين الاعلاميين؟ قولي اسامي الاعلاميين اللي بتواجه الاعلام الخارجي. انت عندك في طليعه الناس اللي بيواجهوا الاعلام اللي بره والكلام اللي بيتقال على مصر، عندك عمرو اديب شغال كويس جدا، عندك احمد موسى شغال كويس جدا، عندك نشأة الدين شغال كويس جدا في البرامج الاساسيه، عندك البرامج اللي هي في القنوات بتاعه المتحده، يعني عندك برنامج من مصر ده شغال بتاع عمرو خليل بيشتغل كويس، لميس رجعه بتعمل شغل مش بطال. فلا عندك ناس، عندك اسماء، يعني اسماء ناس. بس هي الفكره ايه؟ عندهم نسب مصداقيه، لسه عندهم مصداقيه. يعني ايه عندهم مصداقيه؟ هو ده بس ده مش حصبه عشان نقيسها، يعني مصداقيه ايه يعني؟ اصل خلي بالك، لا مش شايف جزء في وجوه جديده لازم تظهر على الساحه بقى، ما يطلعوا يا ستي. ما في وجوه فقدت مصداقيتها في وقت من الاوقات. بصي يعني وجابوا لهم فيديوهات قبل وبعد، ده كلام ده كلام وكذا وكذا. ده كلام، لا ده كلام مش منضبط، يعني مش منضبط بمعنى ايه؟ مش علمي. اللي هو فكره ايه؟ ما تقولي لي انه مثلا احمد موسى ملوش مصداقيه، طب ايه كل المشاهده دي اللي بيعملها وما حدش يقدر ينكرها؟ بتاع عمرو اديب يقول لك جابوا له فيديوهات قبل وبعد ومش عارف ايه بتاع، وفجاه تلاقي انه الراجل بيطلع ترند كل يوم وناس مهتمه باللي بيقوله، مختلفه او متفقه معاه. بصي في شويه كلمات كده انه الاعلاميين المصريين فقدوا المصداقيه. خلي بالك انه في ضرر حصل من ناحيتين، من ناحيه الاعلام الخارجي اللي هو كان من مصلحته يشكك المصريين في الاعلام بتاعه طول الوقت ويشوه صوره الاعلاميين بتوعه عشان الناس ما تصدقهمش، لانه هو عارف ان مين اللي هيرد عليه. هو طلب من جمال مبارك، هو الاعلام الخارجي طلب من جمال مبارك ان هو يجيب فيديوهات لعمرو اديب قبل وبعد، مش طلب منه، ما هو بيستغلوها. هو انا هقول لك على حاجه، انا شايف مثلا على سبيل المثال، شايف مثلا انه طول الوقت لما بتحصل مراجعات مثلا الناس شايفاها انه ده نفاق، انه انت ايه معاهم عليهم عليك، فانت ايام ده بتقول هو كويس وبعد ما يمشي تقول وحش وتبقى مع الجديد ومش عارف ايه وبتاع. هو الاعلام كده اصلا،